خليني بقى اكلمك عن سور اسكندريه، او بمعنى اصح اسوار اسكندريه. عندك سور اسكندريه ده اصلا اللي بناه الاسكندر، اتم بناؤه البطالمه كالعاده وزود من تحصين الرومان. كان عرضه عباره عن 5 متر، الاحجار بتاعته جايه من محاجر المكس. بدايته كانت في طبقه محمد علي في الغرب لحد نفق الشهيد عبد المنعم رياض كده اللي عند الاستاد، حتى انت هتلاقي في حته اصلا من السور داخله في الاستاد. السور كان ليه 4 ابواب بس، بقى لما جه الفتح الاسلامي بقى وجه عمرو بن العاص فتح اسكندريه لتاني مره، كسر السور ده وخربه عشان محدش يحتمي فيه تاني. فعهد بقى احمد بن طولون بعديه بنى سور محيط بالاماكن العامره بس، وده يعتبر السور الاول في العصر الاسلامي وسموه بسور العرب. كانت المدينه اصلا اصغر من نص مساحتها ايام الرومان. في العصر الفاطمي عملوا اصلاحات في السور. في العصر الايوبي اهتم صلاح الدين الايوبي جدا باسوار المدينه وابراجها ووسعه سنه 572 هجريه. في العهد المملوكي عندك الامير ركن الدين بيبر صلح السور بعد الزلزال اللي ضربه سنة 702 هجرية، ده كمان دعم السور ده بستارة أمامية. الستارة أمامية دي يعني انت لو بصيت للسور هتلاقيه 2 سور في بعض مش سور واحد، وزود له كمان 4 أبواب. بعديها بقى في العصر العثماني الأسوار دي تم إهمالها تماما، بل بالعكس كمان اتخربت. كانت الحملة الفرنسية سنة 1798 ل 1801 وصفت السور ده في كتاب وصف مصر، قالوا ان هو بيحتوي على 100 برج مختلف، وطوله كان 7893 متر. جاء بقى محمد علي بعديها الاسوار دي اندثرت تماما نتيجة التوسعات اللي كان بيعملها.